ايه اللي جابك؟ جاي عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ده اسلوب تكلم بيه امك؟ امال اقول لك ايه يعني؟ ماشي يا ستي، اموريني يا حبه عين ابنك. انت زي ما تكون ما صدقت ان انا رحت الحاره وسبت الفيلا. مش انت اللي برضه اللي مشيتي؟ انا كنت قلت لك امشي، ما انت كنت قاعده هنا ومتهنيه. راح اشوف حبايبي في الحاره. حبايب؟ حبايب مين؟ هو انت عندك واحد بس بتحبيه في الحاره دي ولا هو بيحبك؟ كلهم حبايبي وكلهم قريبين من قلبي وعمري ما انساهم، غيرش انت اللي نسيتني ولا كان امك ولا اي حاجه، ولا حتى جيت تقول لي تعالي يما ارجعي الفيلا وسيبك من الحاره. معلش، اديك رجعتي بالف سلامه. يلا اتفضل على اوضتك، مستنياك وتحت امرك. اوضه ايه بقى؟ ده انت حتى ما عملت لي تليفون تقول لي وحشتني يما يا حبيبتي الغاليه يا عينيا ياللي شلتلي في بطنك 9 اشهر. احنا غلط ولا ايه؟ هم كانوا 7 بس. 9؟ لا 7. 9؟ يا ستي 7، انا اللي كنت جوه بطنك وعارف. ورحمه ابوك الغالي 9، انا اللي عارفه. خلاص يا ستي 9 9. ده مين اللي ده؟ ارتيم. في ايه يا ارتيم؟ عرفت اللي حصل؟ اللي حصل خبطين يا اختي. قولي ازيك؟ عامله ايه؟ ولا مش ماليه عينك؟ ازيك يا عمتي؟ كده حاف من غير بوس ولا حضن ولا اي حاجه؟ بقول لك يا ماما، ادخلي انت اوضتك دلوقتي. تعالي معايا. تعالي. ايه؟ قلقتيني. ايه اللي حصل؟ سامح في مصحة بيتعالج. سامح في مصحة بيتعالج؟ ومين اللي قالك؟ انا عايز اعرف مين اللي وداه. عادي يعني، ممكن يكون راح من نفسه. يا احمد، ده هيروح من نفسه ازاي؟ انا خايفة يكون في حد وراه. ولا يهمك، حتى لو مليون واحد وراه احنا قده. أنا خايفة أوي يكون بيفكر ينتقم مننا. فكر ينتقم؟ ده قبل ما يفكر في كده هكون طلعت روحه. فاهمة؟ تعالي أجيب لك تشربيه. مش عايزة حاجة. تعالي بس. حلاوة، ابني بقى خط الصعيد بقى قتال قتلة. لا لا لا، لسوء الظن ده ما يمكن بقى حد مهم في الحكومة. لا، ابني بيشتغل مع الحكومة. عارفاه ابننا.